الشهيدة يسرى زناقي المرحومة التي توفت في هذا المعمل. اليوم نصف السنة جئت لذكرى نصف السنة لوفاتهم، لكن لما تلاحظون الاعتراضات هنا، نحن لا نطلب شيئا ضد الدولة، نحن نطلب حق الشهداء إن التي ماتوا في هذا المعمل. وشكرا. ذكرى المرحومين ديالنا دولادنا، ما كنطلبوا حتى شي حاجه، كنطلبوا غير حقوق دولادنا، هادشي اللي كنطلبوا. كيقولوا لنا كورونا، فين هي كورونا؟ بلايص اخرين ما كايناش كورونا، كاينه غير جينا نحيوا الذكرى دولادنا اللي مشاو لنا في هذا المعمل. ايوا حسبي الله ونعم الوكيل. ضروا بزاف اخي، كيقولوا دابا كورونا كورونا، ولكن ما عندهم حتى تفسير في هادشي، هذا عندهم شي حلول ما كاينش. هاد الناس هادو جاو يوقفوا واحد الوقفه احتجاجيه لحقاش الذكرى ديال الوفاه ديال ولادهم، فهمتي؟ هاد الناس، هاد مراد عمي مشات لها بنتها مسكينه، وحنا واقفين مع هاد المتضررين باقي ما سلموش التعويضات ديالهم ماديا ولا معنويا، يعني ما وصلوش لشي حل. ديك في ديك 6 اشهر ونصف وما خلوناش نعملوا حتى شي حاجه للشهداء، مساك الله يرحمهم. انتنا كتشوف بقينا مسيبين، ما بقى عندنا حتى شي واحد، جينا نعملوا وقفه، انتنا كتشوف شنو عاملين، عاملين فوضى على جميعنا هاد الوقفه على الحق ديالنا. ما عادي ما نقول لك صافي، انت ما كتشوفوا كلشي. كقوى مدعمه للعائلات ضحايا فجعه طنجة، جينا نديروا تخليد الذكرى ديال نصف سنويه على مرور الفاجعه. كما كيعرف الراي العام ان العائلات ديال الضحايا ديال الفاجعه ديال طنجة اللي مات فيها 20 عامله وتسع عمال، ومعظم العائلات اللي هنايا اسر مكلومه، اسر اللي هي تحت عتبه الفقر، اسر اللي هي مهدده بالافراغ، واللي هي ما عندها حتى شي معيل من غير هاد الوليدات اللي فقدوهم نهار 8 فبراير. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتبارطاجيو لا فيديو مع صحابكم ومواقع التواصل الاجتماعي. ما تنساوش ديروا جيم وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم جديد ديالنا.